اللي هما ولاو خايفين على اي ترونجي باش يخرج داير ما خرجش راه وكان حمدي خرج زاد بوطيب زاد كيف كيف عمل شكايه لانه ما كانش دافعين الفلوس توا حسب الاخبار الوارده انه لي زيترونجي نتاعهم بلوز وموا مريقلين معاهم معناتها ما بين ظفرين في امور السالير نتاعهم وكل شيء. ملف علي المرزوقي والضجه الكبيره اللي عملها وين وصل الملف الى حد الان؟ الملف موجود في لجنه النزاعات ننتظر في تصريح بالحكم بالقرار بطبيعه الحال دونك ملفنا بالنسبه احنا قوي فيه المؤيدات نتاعنا الكل ونستناو فيه جوست في تصريح بالحكم. الصراع مع سي اس اس خاطر ولا صراع تو تصريحات حرب تصريحات تانيس في الفتره الاخيره هل هو مربوط بتصريح مثلا معز المستيري اللي قال انه علاقتك بحامد المغربي تم توظيفها في الملف هذا؟ كان توظيف انا نجم نقعد انا من اكتوبر جوان جوار مفصل هذا اللي قاله معز المستيري. شوف معز يهوى الفولكلور معز يمكن انا نعذره شويه لانه بوتيتر جاي كبير شويه للكره ماهوش من الاول في الدنيا في الكوره في العارف في المعمعة نتاع المسؤوليه نتاع الكوره دونك ولد الرابطه زاد ولد الرابطه ولد لا الرابطه زي اوراق معناتها عاقب جوار نحي جوار اعطي ورقه حمراء ورقه صفراء اعمل كذا ما تخليش في معمعة التسيير وفي الجوارات معناتها ما دونك عادي باش يلقى روحه وتخل زاد في ظرف ماهوش مساعد تخل في ظرف جوارات مش خالصه جوارات معناتها يحب من ناحيه يفرض الانضباط نتاعو ومام تو وقت يجي يحكم على ملاعب يكون وندي بات وتجي وما نسمع حتى حد وكذا كذا هي والفلوس ما عندوش الاليات اعطيني شهرين او لا شهرين ما فهمتش شهرين شوفوا مع الرئيس الامتيازات الماليه شوفوا مع الرئيس تنجمش تكون بالطريقه هذيك دونك شوف انت السي دي ام راهو ما اختارناش السي دي ام راهو راهو لازمك تفهم حاجه انك تتهم العباد اسهل منها ما فهمتش راهو نقول لك علاش حمدي راهو عملنا النزاع في اكتوبر عليه عليه بلوتو عليه المرزوق عملنا النزاع في اكتوبر من اكتوبر حتى الفيفري ما غاب حتى سيونس دونترمون اونتر تون الملاعبي حتى حد ما يكلمه الملاعبي يعمل يعمل شوفمون بعد يقولوا برا بجور الجول الملاعبي ما خذا حتى فرانك يعني بروفوكاسيون الملاعبي يجيو يقولوا له يجيو في الكواليس نحينا اخويا القضيه وارجع العب وكذا يا باهي اعطيني فلوسي ما عندهمش فلوس بيعطينا ضمانات في الفلوس ما فماش ضمانات من بعد تخيل انت ملاعبي في ستاج وهو قدامي معناتها زوج ملاعبيه 26 ملاعبي 25 يخرجوا في الجور اوف بعد الداي اوف الا حمدي يقعد في الا علاء يقعد في الاوتيل ما يخرجش ويخرج نجيبوا لك عادل ونفذ اللي انت غايب في ماتش ليتوال اللي يحكيوا عليه انه هو غاب طيب هذا جوار ملاعبي مرض شاف الطبيب اعطاه روبو واعطاه سيرتيفيكا ميديكال اعطاه دواء الدواء هذا ما والموش معناتها ما براش كلمه بدل له الدواء هذا راهو طبيب الجمعيه بدل له الدواء من بعد تجي تقول والله هو تغيب ما نعرفوش الاسباب نتاعو صحيحه ولا غلطه ثانيا قلنا لهم راهو بالقانون الملاعبي ما عندكش حق تلعب ماتش هذا انا شاكي بيك ديجا انا ديجا نترينا معاك وسكت من بعد جاو قالوا مش نعملوا كونسي ديسيبلين وقفوه مع النشاط الرياضي مش هو وقف قالوا ما عادش تجي تترينا حتى نعلموك من فيفري حتى لوست مارس تو جيت ارجع ترن من حسن الحظ ليهم ولا لينا ولا سوء الحظ ليهم جات الكورونا وقفت الدنيا الكل. رجع قالوا له تو بعد ما انتر تو ما فما حتى سويت ما فما حتى حد كلمه ما فما حتى حد تابعه تترينا ما تترينش ترن لعب ترينا وحده. جاء من بعد قالوا لك باش ترجع تترن بعثنا لهم بعثوا لي لو دو كونفوكاسيون لو تروا رجعت لهم انا ايميل قلت لهم راهو الملاعبي اولا راهو ما خلصش فلوسه كيف دونك الجمعيه عندها حقوق عندها لها واجبات وراهو الواجبات روبريك الواجبات تجي قبل حقوق لحقوق الجمعيه وقبل واجبات الملاعب بالطبيعه في حتى في معناتها في الترتيب في الفصول القانونيه واجبات تجي لوبليغاسيون لي زوبليغاسيون دي كلوب ومن بعد تجي لي زوبليغاسيون دي جوار دونك انت ككلوب راك ما خلصتوش ديسمبر جوان 2019 ديسمبر 2019 جانفي فيفري مارس افريل ماي وجوان خرجونا بحكايه قالوا اسمو حق الفيدراسيون خرجت قانون شنو هو القانون هذا فيه؟ قال لك ياخذوا كان 50% في الاجره نتاع الكورونا. حتى حد ما يعارض الشيء هذا، وينه 50%؟ لا فلوس ما فماش. نعملوا له كونسي دو ديسيبلين. على شنو؟ انت رفضت انك تمشي الماتش المتلوي، يا ودي انا مطلوب مني نترنى برك مش مطلوب مني نلعب، خاطر انا في نزاع معاك وفي نزاع في استحقاقات ماليه. راه كنت نجم عاد نجي نترنى من اساسه. صحيح انه معز المستيري قال علي المرزوقي يشكي ثم خلينا نقول بلغة الكرة دار عليه من بعد. شنو يشكي؟ ما الحقيقه لا باش من للامانه ما عند ماش هو اللي اقترح عليه هذا اللي يتقال انه في الكواليس لا في في جوار اخر اللي هو جوار عمر براوي اللي هو معايا كومبارازار لاحظ عمر براوي مثلا ما عليش بوليميك بالكل حتى توك براوي شاكي على في الواجهه كروية عندك زوج جوارات شاكي بهم شاكي نوس فيقس وشاكي بهم نفس المحامي واحد
بروبليم والاخر فسخ وما حتى واحد ما تكلم عليه ولا يناقشوا عليه ولا يناقشوا مستحقات. اما في وسط جمله المستحقات اللي سالها عليه المرزوقي ويطالب بها نادي رايس فيرسي قداش؟ توا تبلغ حوالي 500,000 دينار. 500,000 دينار اي اما في وسط هذا الكل، في وسط هذا الكل سامحني بالنسبه لخالد اللي هو اكيد يعرف معناها جوارات تعداو بمراحل كيما هكا، في وسط هذا الكل الجوار باش يتمس فيزيكمون مونتالمون وسيت انا سام واحد اتاكون معناها يعيش بالبونتويت، كيفاش باش تكون الرجوع حتحد ما خم حتحد ما حكايه على علي المرزوقي بعد؟ بون هوروزمون تو جات الكورونا الناس كل براسك فرد نيفو، الناس كل ارتاحت، لكن لو كنا في وضع عادي ما اتاكون ولا يملعب يقعد 4-5 شهور ما يلعبش مشكل سكيسور يحب لهم بعد مده باش يرجع للفورمه نتاعو متفاهمين نجم يرجع الفورمه، اما السونساسيون لي سونساسيون دو بوت سورتو لي زاتاكون صعيبه لازمها ما تجي كان بالكومبيتيسيون ولا بالونترينمون كوتيديان. دونك نقولوا اوريزمون تو البريود هذه الناس كل مرتحه بويسك الكونفينمون واللي تابعوا الكل، لكن من بعد لازم يلقاو له حل في اقرب وقت خاطر علي المرزوقي راهو من البيس متريس نتاع سي اس اس يحبوا ناكروا ملاعبين اللي في المده الاخرانيه الكل عطا بلوس، ونستغرب انا كيفاش ملاعبيه كيف هكا يبدا خارج وشاكل. نورمالمون عندك ملاعبيه باهيين تستحفظ عليهم وتخلصوا وحاجه اخرى باش نعطيكم وتحط وتعطيه قدر وقيمته. قلنا لهم قد ما صرحنا يا ولادي تحبوا الصلح اجا نقعدوا، كيف اجا نقعدوا ونحكيوا في الصلح، ولا واحد تكلم عليه ولا واحد اتصل بي انا ولا اتصل عليه. من بعد جينا لو 3 قلت لك بعثت ايميل شنو فيه الكونتوني فين ولاني مستحقات الماديه تاع الملاعب، فسرت لهم راهو ثم وضعيه لوجيستيه اللي ملاعب ما عادش عنده دار في صفاقس فيو اللي انت ما تخلصوا 7 ولا 8 شهور، دونك ما عادش عنده باش يخلص الكريم تاع الدار، رجع الدار اللي كان ساكن فيها. انا توقعت بذكاء على الاقل ايجا خويا سكنوك في اوتيل، ايجا سكنوك في مركب النادي، ايجا سكنوك وين تحب، ايجا ترينا. ما جاوبوش. قلت لهم راهو زاده ثالثا كل واحد يطبق في القانون وانا نطبق في القانون. راهو عوده النشاط الرياضي بقرار من الحكومه اللي هو اعلى من قرار هيئه المديره تاع نادي صفاقس يوم 8 جوان، انت كي ترجع فيها يوم 4 جوان على ذمه شكون انا؟ ترجعني وما تعمليش تيست كوفيد لا ليا ولا للحبايب، كي يطلع واحد فينا مريض صحيح كي نطلع انا مريض نجم نعدي صحاب. هذا الكل ما جاوبوش عليه بكل رواق. هو ماتر السؤال تكنيك معناها اللي كنت علاش بطال القرار معناها كان معناها كان القرار معناها الشكوى صارت من اكتوبر القرار صار في ديسمبر معناها عارفوا يا اللاعب عنده الحق يا الجمعيه عنده الحق راهو لا تضر لا هو لا هي هذا الكل هذا الكل جاوبت على اللي قال انا نوظف العلاقات تقعد البروسي نتاعي تو 8 شهور ولا 9 شهور يا اخي شكون اللجنه الفدراليه وخرت مرتين ولا ثلاثه تقريبا شكون اللي مضرور مضرور الملاعب ولا مضرور الجمعيه؟ الملاعب بالطبيعه بالطبيعه دونك شكون الملاعب دونك شكون اللي قاعد يوظف شكون اللي قاعد يتصل يمين ويسار ويتكلم دونك انا نرجع نقول انا من جوي تصريحات باش منصف خميخم من هذا كل مثلا رئيس نادي منصف خميخم انا الحقيقه منصف خميخم متقابل معاه اجتماع سر اجتماع هو وعلى المرزوقي بعثوا له قالوا الرئيس يحب يقابلك باش يقابل الرئيس نرجع نفس الحكايه معناتها هو ما عندوش مشكله مع الاشخاص ولا مع الاداريين فما مشكله توا تاع فلوس العائق هو معز المستيري توا لا لا شوف انا راني نجم نجي تو نلصقها له كل معناتها نقول هو وسبب إيه كان مجلس هو حلت المشكله وكذا يعني على مرزوقي طلب انه يجتمع ظهر لي في جان في تقريبا مع راس راس هو ومصطفى خماخم وطلب منه يرجع لك ما تجد ضمانات ماليه انا حسب هذاك واش كنا قلنا هذاك مشكل مشكل سيدي مع تجاوز مرحله الفلوس افكتيف انيس ضمانات ماليه طولت الحكايه نتاع علي واكيد باش يجي نهار باش تتحل، هل انك انت مع علي قاعدين تخموا فيما بعد النادي الصفاقسي ولا لا؟ وين؟ شنو لي زيفونتواليتي؟ شنو التخمام تاع الجوار تونس لبرا باش يقعد باش يمشي شنو اللي عمرك ما تقول والله تو رانا شنو لي زيفونتواليتي؟ ساعه تحطه في الكادر اللي ينجم يكون عنده شوار. لا انت قلت لي بيان سور خممنا دونك عندكم حاجه لهنا. شوار انا بالنسبه لي انا ديما بلون بي موجود. ان جوار ليبر باللي يتصور ما في ان جوار كونفيرمي. خلينا كونفيرمي هذاك الفالور تكنيك نتاعو. انا نحكي لا جوار اليوم جوار بالنسبه لي زيد ان جوار ليبر عندي بوكو دوبسيون باش نخليه جوار ليبر. مش بالضروره باش نصرح بهم اليوم في ميكرو. اما راه جوار ليبر. خاصة انه احنا برشا ما شفناش علي المرزوقي نحن في مباراة رسمية في معناها يدرب قاعد يدرب جوار بروفيسيونيل يدرب على روحه دونك نرجع لك ونقول لك انا منصف خماخم ممكن باش نجاوب على تساؤلات او سؤال نعرفه ممكن يدور في مخ برشا عباد ومخ برشا جماهير نادي صفاقسي مانيش في علاقة عدائية مع صفاقسي ولا مع جماهير نادي صفاقسي واللي يحب يوصل الشيء هذا للجمهور باش هو يبعد
تو كارش كيفاه نحن ضغط من الجمهور اش بيجي ولد مش خالص اش بيجي وقعت يهمك في موضوع توا ها الناس كل حمله كبيره بون يبعثوا لنا حتى على الباج من قبل حتى ما تكون انت انونسي كونك انفيتي يقول لك راه انيس بميم عنده يد في حكايه كانك سكري وايدو معناتها اليد خلينا نجاوب ما نعرفش يقول لك يسالوا لنا علاش 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 تحير الموضوع وشنو هي علاقه انيس بميم كينغسلي سكري سير برشا انا محامي كينغسلي سكري ومحامي كينغسلي ايدو اي معناها انت هل انت ضغطت نوع من الضغط زاد على نادي الصفاقس؟ علاش ضغط على نادي الصفاقس؟ هما هكا معناها انت جاوبهم هما مش انا معناها في الترجي ولا في الاتوال ولا في صفاقس في اي جمعيه انا جاني من لاعبي وعندي ما يفيد وكان نوريكم من خاطر ما نحبش نوع ننشر الباسبور نتاعو الكونترا نتاعو اتصل به قراري عندي وضعيه قانونيه حابك تكون افوكا نتاعي وتحل المشكل؟ ما تحلش المشكل تحل بعد الجلسه بالله نتاع لاجون نتاعهم دايور انت باش تفهم لي انا مانيش انا نحير فيهم اخي هاو كيشكون مشى يتفاوض ومع تفاوض مع لاجون تاعو اي وتحل المشكل ولا لا؟ لازم ما تحل سيتادير صحيح الشيفر لازم يدفعوا 1 مليار باش تحل المشكل هو مطالبات الملاعبي في الـ في زوز ملاعبين نحكيو لا لا خلينا ساعه من سكري سكري وحده يحب ما يقارب على 230 او 240 الف اورو كادر بنتي في 2.2 تشوف خلينا نقول اقتراح نادي الصفاقسي واقتراح نادي الصفاقسي في الموضوع لا اقتراح نادي الصفاقسي هو عطاه جدوله حب طلب جدوله وتوافق هو لاجونتي او الملاعب رضا دونك وريك انا كان جيت نحرض فيه راني انا موجود في المفاوضات ولا شارط اني على قداش تفاهم انيس لا لا في على الفلوس نتاعو تفاهم عملوا جدوله باش على 5 شهور ولا 6 شهور باش وبلو تار نستسمحك بربي هو علاش احتراز الصفاقسية ممكن بحكم حسن علاقتك مع عبد السلام السعيداني كنت نوعا ما لين في موقفك في نزاعات سابقه مع نادي البنزرتي وتفهمت الظرف يقول لك انيس بن ميم كما السيف المسلط علينا في المرحله نعطيك علاش انا في عز علاقتي بعبد السلام السعيداني انا اللي عملت الكاليفيكاسيون باش اسعد ريدي ولا مدرب نادي الصفاقسي على العكس وانا وقت اسعد ريدي خرج من نادي البنزرتي راهو خرج من نادي البنزرتي وصارت لك البوليميك وصارت البوليميك وزاد كيف نفس الافلام هذيا واتهموني وانا ما سعيدش باش اسعد يولي كاليفي نجم يقعد على البنك في مباريات نادي الصفاقسي تذكروا 3 مباريات الاولى اسعد ما قعدش ومن بعد في المقابله الرابعه مع نادي الافريقي قعد وقالوا راهو زاد كيف خاطر علاقتي عبد السلام السعيداني اكثر رئيس جمعيه شاكي به عندي شكيب ضد صاحبك هذا لا صاحبي في الدنيا صاحبي برشا مش صاحبي اخويا عبد السلام انا مانيش شاكي بعبد السلام كشخص وعبد السلام ماهوش يمثل روحه هو عنده جمعيه اليوم موجود غدا مش موجود وعنده ملاعبي عنده عقد مع نادي بنزرتي ما عندوش عقد مع عبد السلام السعيداني تلوم عليه ساعات في تصريحات تلوم عليه برشا في حاجات نشجعه الحقيقه ديما كي يعمل تصريح يعجبني نطلب ونقول له انا راك انت اقوى رئيس وراك كما جيتش نحب الصدر نحب البنزرت على خاطرك ولا اللي عندي معناتها بوكو دو سامباتي البنزرت معناتها سولان فيش با سولان معناتها ما عنده حتى علاقه في صحبتي به كان نحكيو على الصحبه انا راني صاحب رؤساء الكل النادي الصفاقسي بالذات علاش خاطر تو نحن الناس على البوليميك انا كنت راني في وقت ما محامي النادي الصفاقسي وسي منصف خماخم كان يسمع فيا عرض علي قعدت انا وياه ومسؤول اخر وعرض عليه باش نكون انا رئيس معناتها الهيئه للدفاع نتاع النادي الصفاقسي قلت له واعتذرت له قلت له راني ما نجمش عندي التزامات اولا ثانيا ما نفكرش باش نكون نوب النوادي ويقترحوا لي ويسالوني في عديد المسائل ونجاوب فيها وباحترام زاد كل نزيدك ما اكثر صار عم ناول جات صدر قرار من الجامعه بتهديد بخصم النقاط اذا نادي الصفاقس ما يخلصش فلوس نتاع زياد الدربالي وكلمني سلمان بن رمضان وعدالي الرئيس ما طولتش المكالمه اكثر من 5 دقائق والمشكله تحلت دونك كان شنو معناتها شنو انا معناتها نادي صفاقسي بالذات كنادي انا عندي سمباتي كبيره ونحبه برشا يكفي انه هو فيه الالوان الاحمر والاخضر اليوم هو حدا مشكله الفابل دونك مش انا سواديزون ما ننزلش على الجمعيه ولا ما ثماش تنزل ولا ما تنزلش فما خدمه تتخدم ما فما روح القانون يتكيف زاد حسب الواحد حسب مش روح القانون فما شوف انا راني عندي امانه ونؤدي الامانه كيف ما يلزمها تتادى ثماش علاش لا باش نروف عليك ولا باش نكبس عليك يا اخي انا اليوم كيف جاء وصبوا لي سالير نتاع حمدي على المرزوقي وقتها اكتوبر سبتمبر اكتوبر نوفمبر ولا اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر صبوهم ايفيكتيفون في الحساب نتاعه قلت لنا راهم كرت خطوه راهم ما صبوش هم صبوا رساله قلنا صبوا رساله تقول لي انت بعد انك انت تعرف القانون ولا تعرف تستغل القانون ولا تعرف توظف القانون معرفتك في القانون باش تخدم الملاعبي هذا خدمتي معناتها شنو مطلوب مني انا باش نعمل يا اخي انا لوم على محامي نادي الصفاقسي كي لوم باهي انت يعني انيس محامي لكن تشتغل وكيل زاد لا انا محامي مش وكيل اي لكن تمثل العديد من اللاعبيه ولا تمثلهم كمحامي والفيفا تسمح لك باش تكون انترميديير خلينا هو القانون راهو اوتوماتيكمون لو فات انك انت افوكا تو بو اتر قبل اجون وتو انترميديير سيستيماتيك حاجه قاعده تقوم بها انا جو شيرش با دي زوفر للاعبيه نتاعي قوه لاجون انه يعرف يجيب عنده تواصلات واتصالات تاع
عنكبوتية لازم يجيب دي زوفر للاعبين تاعهم. يعني تخدم مع دي زاجون؟ انا ثم دي زاجون لان الافوكا نتاعهم ولا الافوكا نتاع البوات نتاعهم. نحكيو مثلا كيما على تيب بلايرز هكا ولا وسيم تيب. وسيم وسيم خويا صغير وصاحبي ونعاون فيه ونأطر فيه بطبيعه الحال خاطر نظرا للعلاقه اللي بينه وبينه وعنده هو بواته كيف ما هو كيف ما غيره. انا يكلموني نتلاها بالملفات نتاع الملاعبيه نتاعهم دونك دايور كيف تشوف انت ايدو وسكري مانيش انا لاجون نتاعهم عنده لاجون نتاعهم محمود وهو اللي تفاوض لهم على نادي الصفاقسي وعلى مرزوقي مع لطفي ذا قال لي كيف كيف دونك انا مانيش انا ما انا نقول راه وين هاد لاجون فيها دي كاليتي اللي انا ما نكسبهمش فيها تعمل لك كونفيزيون انيس تعمل لك كونفيزيون في علاقاتك مثلا تسميتها صرت مومو على النادي الافريقي وقتها مع سليم الرياحي وعملت تعملت لك بشويه مشاكل وقت تجبد اسمك في برشا ملفات الى يومنا هذا تعاني فيها انت هاي فرصه لا ما نعانيش انا تعرف شوف لا تجبد اسمك انا نعرف مش انت اللي صححت مركز سيموني مثلا شوف اللي يحب يجبد لي اسمي او اللي سعى او اللي حاول مره يجبد لي اسمي انا نتكلم وراك ما نتكلمش انا نخدم راني منظم برشا نخدم بالميلينغ نخدم معناتها باللي كونفرساسيون ما نخدمش هذايا راه تحت حياتك باهي اوكي سي بون خاصه كي تخدم على ناس كبار ونخدم وراهم معناتها على انترناسيونال معناتها نخدم مع في الخليج نخدم في مع تونس مع النوادي الكبيره مع كذا انت 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 ممكن انيس الشهره انت مشهور معروف اما الشهره الكبيره هي قضيه العكيشي معناها هي اللي العكيشي على خاطر قضيه اول مره في تاريخ الكره في تونس تفسخ العقد من لاعبي ومازال سو كونترا مع جمعيته دونك سي توتا في نورمال مش هذيك بركة الحمد لله راهو انا كي ترجع للجنه النزاعات وتلقى فقه قضاء دي برانسيب خلقتهم انا تقول لي انت راهو معناتها نخدموا اليوم الناس كلها تخدم كل واحد يجتهد وربي يعين الناس كل معناتها مانيش نتحوز او نحتكر وحدي في النجاح او نحتكر وحدي في المعلومات او نحتكر وحدي في المعرف الناس كل تعرف كما الملاعبين كل تكون كيفاش تبيعوا ثم الماركي اليوم عندك كريستيانو رونالدو عندك ميسي عندك ابراهيموفيتش كل واحد وستيل الخدمه نتاعو دونك انا جو كري با دو بوليميك ومانيش نبحث على البوليميك داير على المرزوقي بالذات راهو بعد ثلاثة اشهر الناس عرفت شكون محامي في الاول حتى واحد ما يعرف محامي على المرزوقي شكون لاني انا لا اعلنت ولا تكلمت واو طارق نعرف اللي يعاني معايا برشا في باش ينجم يخرج مني معلومه طارق عندك علي دوسيات انت عندك علي دوسيات عندك علي دوسيات وحنا نستناو وعلى سبيل الذكر سالني في موضوع قال لي ثم اتصالات قلت له باش نعاود نسالك توا خاطر قال لي فما رغبه قلت له قال لي قلت له الرغبه متبادله هي بقى تو مشكل اللوكال معناتها ما عندهمش اعتراض جاب لنا الهيكله يا معلم لا 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 اللوكال خلينا نرجع لك يمشي يجتمعوا يعقدوا الصفقه لا لا سامحني امين استسمحك قلت الترجي يعطي عرض وافق ولا ما توافقش هل تم هذا العرض والا ماني قلت لك الترجي كي تعطيك عرض تعطيك عرض وانت على الطاوله مش تعطيك بالتليفون لا انت مايعت القضيه جمع اللي فات فيدونج وحمدي النقازي لا لا سي فري والله نعطيك حاجه برك مشيت نعرف في جاريه في اللاك شوف شوف نعطيك حاجات بسيطه برشا انا وحمدي اليوم انا كنت في سوسه بعد انا جيت حاولت خرقت كما قال اخر قواعد مجال الطرقات الكل خلط باش خلطت في الموعد وانت تعرف التزمت لان انا نعرف انا كنت باش نتقابل انا وحمدي معناتها انا طلعت لسوسه عندي مهمه انجزتها وكنت باش نتقابل وياه ونظرا للتعارض هو جاته قضيه وانا باش نتقابل ما تقابلناش كنت باش نتقابل وما كي تهبط لتونس نهار اثنين نهار ثلاثه كنتش باش تهبط نكلمك امين بن عمر اللي انا كيف الافوكا نتاعو هو موجود جمعه كامله في تونس في ستاج في الكبس ما لقيتش وقت هاي فرصه باللي عنده ثغره في العقد ولا لا لا ما عندوش ثغره عنده مازال على ذمه النجم الساحلي مازال سو كونترا مع جمعيته جاء عرض هذاك موضوع ثاني هذاك موضوع اخر اي هو عنده وعد بالخروج اذا كان جاء العرض من رين هكا ولا من فرنسا العرض شوف شوف راهو هذه الاسامي راهو كل الناس كلها تتكلم انا نحكي راهو كي نحكي على العرض يعرفوني يعني نحكي على حاجه مكتوبه هذه راهو ران وبي اس جي و منين وحنا بي اس جي علاش ليه لا لا والخور وعندك هذه الكل يعرفها تو محمد صحح لي موندا باش تو نجيب لك او كذا نصح لك اللي يبدا سيريو تعرف شو يقول لك صحح لي موندا على كلوب معين خاطر يعرف روحه عنده علاقات في الكلوب هذاك يفيدك جمعه يفيدك شهر باش تجيب العرض باش تجيب الاتفاق اما اللي اسعى لي عرض وانا راني عندي كان انا طلبني واحد البارحه ما نعرفوش بعد بعث لي ده يحكي لي قال لي راني انا صحافي متخصص في اخبار الرجاء هل انه حمدي عنده علاقه بالرجاء ولا ما عندوش علاقه بالرجاء فما شكون تواصل معاه قال بان الخبر هذا في الصحافه المغربيه قلت له كتبت له وانا جاوبته بالانجليزي قلت له اني كونتاكت نكته معناتها انا ما نحكي شوف باللغات الكل ليه ما شاء الله يسمو سياتين يسمو قالت عليه يفتوى وبن ميمو في المدينه الحيو زميلنا عربي لكن هذايا زاد ينقش عاد عربي الوسلات ينقش مازلنا مواصلين احنا مع انيس بن ميم حتى للخمسه فاصل صغير وراجعين.